السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. تم سؤالي عن طريقة توصيل الطابعة بالهاتف، يعني هل نستطيع أن نطبع ملفات أو صور أو ما شابه من خلال الهاتف وتوصيله للطابعة نعم تستطيع ذلك. كل ما عليك هو ان تاخذ ما سنشرحه الان. نحن لدينا مثلا الطابعة التي تم شرحها سابقا، ساتركها لكم في حرف الاي، يمكن ان تعودوا اليها وتتبين طريقة يعني تشغيلها وطريقة توصيلها بالكمبيوتر. اليوم سنتعلم كيف نقوم بتوصيلها عبر الهاتف. طبعا آه الآلة الطابعة التي بين يدينا هي كانون. ستذهب إلى متجر بلاي ستور و تقوم بتثبيت هذا التطبيق كانون برينت طبعا وجه التطبيق ستكون بهذا الشكل من مميزته انك تستطيع ان تنسخ صورا وتقوم بطبعها او طبعه ملفات او ما شابه فتتحكم من خلال الهاتف يعني في الطابعه فتطبع ما تريد. الامور التي تحتاجها هي اولا تحتاج الى الكيبل الذي ستصل به ما بين الطابعه والهاتف، لكن في الهاتف تحتاج الى وصله ثانيه تقوم بشرائها من محلات الهواتف او الاكسسوارات وتقوم بوضعها هي عباره عن قطعه تقوم بوضعها في المكان الذي يوضع فيه وصله الشاحن، حينما تريد ان تشحن الهاتف. تلك الفتحة الموجودة في الهاتف التي من خلالها تقوم بتوصيل الكيبل ستقوم بوضع تلك القطعة من ثم ستأخذ الكيبل الذي يعني تقوم بإخراجه من الطابعة الذي كنت تقوم بوصله في الكمبيوتر وتوصله بتلك القطعة التي يتم توصيلها بالهاتف. ومن ثم ستبدأ بالضغط على الصور التي تراها يعني بفتح هذا التطبيق وتقوم بتوجيه الأوامر بطباعة الصور أو طباعة الملفات، و وغيرها. فقط هذه هي الطريقة تحتاج إلى شراء قطعة يعني هذه القطعة تستطيع من خلالها أن تصل بين الهاتف والكابل الموجود في الطابعة هذا هو موضوعنا لهذا اليوم إن أعجبكم اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة